مساء الخير يا معلم. يا مساء النور، يا مساء الفل. برافو عليك، صدقت في وعدك وجيت. معلمة أنا تحت أمرك يعني، وطلباتك بالنسبة لي سيف على رقبتي. ده أنت النهاردة راجلي ودراعي اليمين، ظهري اللي هتسرد عليه. أنت من النهاردة تمسك لي كل مصالحي. أمال البنت سهرة فين؟ اديت لها إجازة عشان تروح عند أهلها تزورهم يعني. قلت يعني أخلي البيت يبقى فاضي عشان أبقى أنا وأنت وبس. مالك يا حربي، في حاجة؟ لا معلمة، يعني تعبان شوية كده وجعان، ما أكلتش من الصبح، فيعني يا دوبك بقى أروح أكل اللقمة. طبعًا لازم تبقى جعان وتعبان. هو أنت اللي عملته شوية؟ أنا عاملة حسابي، وبص مجهزة زي إيه؟ تعالى اقعد يا سيد المعلمين، اقعد يا احلى معلم في الحته كلها، يا كوماندا، يا كبير قوي قوي قوي. كانش في يعني لزوم يا معلمه لكل التعب ده؟ طاجن حمام محشي انما ايه، يستاهل بقك. كل من يد من عدمه. قول يا حرب، سمي الأول. بسم تعالى. في ايه يا خوش؟ امشي معانا من السوق. طيب بس حاضر حاضر، بس ما تمسكش كده يعني. المرة اللي فاتت ما عرفناش نكمل كلامنا، المرة دي هنكمل كلامنا وللآخر. أنا ما فيش كلام بيني وبينك يا سبط. لا يا رزق، لا، الكلام اللي بيني وبينك كبير قوي وكتير قوي. حربي بيرتب ليه بالظبط؟ أنا ما أعرفش، هتروح تسأله يا سبط. لا يا رزق، هتزعلني منك، عيب عليك تبقى راجل كبير وكذاب كده. حربي من ساعة ما خرج من السجن وواخدك تحت باطه، سره كله عندك. كلمة معرفش دي يا رزق بتصحي الشيطان اللي جوايا، ولو الشيطان اللي جوايا صحي مش هيخليك تعرف تنام. هدي أحشائك كده وقولي، حربي بيرتب لإيه دلوقتي؟ من ساعة ما خرج من الحارة هو والدلدول اللي اسمه زين ما رجعوش لغاية دلوقتي، هما فين؟ فعلا أنا معرفش. هو قال معرفش؟ قال معرفش. أنت بتتكلم جد ولا بتهزر يا رزق؟ وأنا من أمتى بيني وبينك هزار يا هزار؟ آه صحيح، مفيش بيننا وبين بعض هزار. يعني أنت ما تعرفش حربي بيرتب لإيه؟ ولا إيه اللي بينه وبين المعلمة انشراح؟ ولا بيجيب الخردة منين؟ يبقى أنت عايش ليه يا رزق؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. ارموه في اي خرابة بعيد كده. بابا نام. صباح العسل والسكر والهنا على احلى سيد رجالة في الدنيا كلها. تسلم ايديك يا ست الكل، يا احلى معلمة فيك يا مصر. ده انت اللي احلى راجل في الدنيا كلها. ده مين اللي جاي متصربع على الصبح كده؟ اللي هي المنيلة على عينها، وزعتها بالليل عشان تطب عليا الصبح. حرب هنا يا معلمة. ايه يا واد يا بركة، ايه اللي جابك على الصبح كده؟ ايه يا بركة؟
الحق يا حربي، ابرز ابرز، اتقتل يا حربي. اتقتل يا خرابي يا لهوي، ما كانش يومك يا اخويا. وايه اللي حصل؟ الراجل كبير يا اخويا. دول ولاد الكلب. فكرك هو في حد غيره يا حربي؟ جميل. اكرم بيه. ايه الاخبار؟ احنا خدنا اقوال كل اهل المنطقه والمحاضر مع الملازم رؤوف لو تحب تشوفه. المهم وصلت لحاجه؟ محدش شاف حاجه. الجريمه حصلت وش الفجر والناس كلها كانت نايمه. يعني محدش اتهم حد؟ مفيش اي مشتبه؟ لا. طيب انا عايزك تجيب لي كل قرايبه وكل اللي كان بيتعامل معاهم. انا هحقق معاهم واخد اقوالهم بنفسي. عم رزق اتقتل. اتقتل؟ اه، ابن حلال ويستاهل. وبال الباقي خير. الله. زين زين، استنى زين. هي زين بتدور على ايه؟ بتدور عليه يا جدع؟ ما ترد. ايه في ايه؟ فين المسدس؟ خبيته فين؟ انت عايزه في ايه زين؟ وانت مال اهلك؟ خبيته فين؟ لا زين، مسدسات لا. انت اللي بتقول كده يا حربي؟ ده انت علمت في وشه عشان ضرب امك. المره دي قتل عم رزق يا حربي وبيهدد لك كلنا بالقتل. انا مش هسيبه يا حربي ومش راجع من عنده لما اخلص عليه. اوعى من سكتي يا حربي. لا يا زين، ابوس ايدك بلاش، ابوس ايدك. اوعى من سكتي انت راخر لا اخلص عليه. اسمع كلام بركه يا زين. ابن حربي مش هسيبك الا ما تسيب المسدس. بقول لك سيب يا حربي. اللي هيقف في سكتي انا هخلص عليه يا حربي. حصلت يا زين؟ حصلت ترفع السلاح على بعض. مسدس يا زين. لو قتلت عبضايا يا زين هتروح في 60 داهية وتدخل السجن. ده اللي انت عايزه؟ تروح في داهية؟ هات المسدس يا زين، هات. طب ودم عم رزق هنسيبه يروح قطر؟ هنسيب قبضايا تطيح فينا وخلص علينا واحد ورا تاني يا حربي؟ محدش قال كده يا زين. قبضايا هيدفع الثمن وغالي قوي، بس مش بالطريقه دي. امال ازاي يا حربي؟ قول لي انت ازاي؟ بالهداوه، بالعقل. هنستخدم ده مش ده. هات المسدس يا زين، هات.